وحدة بحوث المطبخ التجريبي. الوحدة دي هدفها الأساسي في المعهد إنها بتعمل تنشيط تدريب وتطوير لبعض الأكلات الممكن اللي مش معروفة لدى الشعب المصري، بندخلها في الأطباق المصرية. وكمان لها نشاط كبير جدا في تدريب بعض الأربات البيوت عشان نديهم دورات في ترشيد الاستهلاك الغذائي في ظل بعد وجود الازمات، زي مثلا ازمه السكر، ازمه اللحوم، ازمه الخضروات، اي في ظل ارتفاع الاسعار، ماشي. فاحنا بنعلمهم ازاي يعملوا ترشيد الاستهلاك بحيث ان انا اطلع وجبه متزنه غذائيا متكامله من ضمن الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه بارخص الاسعار، وبتكون تكلفه اقتصاديه، وبتكون بكميه كويسه جدا، وتكون يعني مفيده جدا لاطفالها، وتكون كويسه. وهنا وحده بحوث المطبخ التجريبي بتشرف على بعض الرسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الصناعات الغذائيه ومجال الكيمياء، الكيمياء الحيويه او الكيمياء الغذائيه. وبرضك من ضمن هدف وحده بحوث المطبخ التجريبي تدريب بعض الشباب الخريجين على ازاي يعملوا مشروع صغير من ضمن المشروعات الصغيره، وفي بعض طلبات الجامعه بتيجي تتدرب عندنا هنا التدريب العملي. بدانا الشغل في الوحده الانتاجيه في 1/5 بالظبط 2002. كان عندنا مجموعه من الدكاتره الزملاء، كل دكتور كان مسؤول عن انتاج منتج معين، هو بيقوم مع العمال بتوع الوحده هنا بالإشراف عليه من حيث النظافة، من حيث مراعاة الشروط الصحية في كل خطوة من خطوات التصنيع. وبعدين بعد كده لقينا في إقبال شديد قوي على المنتجات بتاعتنا، طبعا علشان كانوا بيدخلوا بيشوفوا النظافة اللي احنا بنستعملها. طبعا بعيد خالص عن المصانع الخارجية، ما اقدرش اتكلم عن المصانع الخارجية اقول عليها كلمة، بس انا هنا براعي كل خطوة من خطوات الانتاج. فانا دلوقتي الحمد لله بقدر ان انا اغطي بمنتجاتي يعني نسبة عالية جدا، سواء كانوا من موظفين المكان عندنا او ناس خارجية، وناس بتجيني فعلا من اسيوط، وناس من سوهاج، وناس بتجيني من بني سويف، وناس من اسكندرية عشان تشتري المنتج بتاعي. اي نعم ده في متناول الجميع، يعني في متناول الموظفة العادية، في متناول الانسان اللي هو يعني دخله كبير، بس عشان هو بيدور على ايه؟ بيدور على الكواليتي بتاعة منتجي، بالاضافة الى ان هو ياكل حاجة لها طعم مميز وهتشوف فيها طعم اللحمه. انا براعي مثلا في ان انا لما اصنع هذا المواصفه القياسيه الخاصه بكل منتج، يعني دي مثلا يعني لحمه الكفته او لحمه السيخ اللي احنا بنشويها في البيت، ممكن اعملها انا عاملاها على طول بحيث ان انا عاملها على سيخ، بحيث اما اعملها في صينيه او اعملها على شبكه البوتاجاز او احطها في السياخ واعمل لها عمليه شوي. اللحمه هنا ما بتقلش عن النسبة بتاعت البروتين الحيواني في المواصفة بتاعتي. أنا منتجاتي أنا دلوقتي حاليا بشتغل في 5 منتجات بس، علشان تخصصية، علشان اللحمة زاد سعرها جدا، فبعمل كفتة سيخ، بعمل كفتة رز، بعمل برجر لحم طبعا، وبعمل كبيبة شامي، وبعمل سجق لحمة. فأنا دلوقتي بوجه نصيحتي إن أنا لازم في كل بيت، يعني مش قادرة أقول مثلا على أقل مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين لحمة للبروتين الحيواني. سبحان الله ربنا جعل اللحمة بالأخص الحمراء اللي هي لحمة الأبقار ولحمة الجاموس ولحمة الغنم، دي فيها أحماض أمينية مش موجودة في الفراخ ولا في السمك. فأنا لازم يبقى في عندي في وجبتين على الأقل في الأسبوع بتتناولوا الأسرة، وبالأخاصة الأطفال اللي في سن النمو أو الشباب اللي في سن النمو. طبعا الكبار انا بنصحهم ان هم ياخدوا برضو نسبه البروتين النباتي الحيواني بس بكميه قليله، علشان احنا الكبير مش عايز خلاص ينمو، احنا عايزين ننمي الشباب وننمي الاطفال نمو سليم. فلازم يبقى في عندي يعني على الاقل وجبتين في اللحمه في الاسبوع. اي نعم لحم سعر اللحمه غالي، بس لما اشوف ان انا فيها قيمه غذائيه لا تضاهى ولا اجدها في اي حاجه تانية، اضطر شويه ان انا اعمل ايه؟ انظم ميزانيتي بحيث ان انا اعمل اللحمه دي حساب معين في كل اول اسبوع، مثلا اكل مثلا مرتين، اكل مره لحمه بس، يعني ما يبقاش كل اعتمادي على الدواجن البيضاء ولا على الاسماك. فعلا مصدر النباتي مصدر حيواني محترم، بس اللحمه الحمراء سبحان الله ربنا حط فيها خصائص معينه وحط فيها احماض امينيه مش موجوده في اللحوم البيضاء بالمره. وطبعا ان انا عارفه ان اللحمه الحمراء
بترفع من نسبة الحديد في دمي، وعايزاها علشان تبقى عامل ايه، تزود لي نسبة الهيموجلوبين خاصة في سن الأطفال وسن الشباب. فأنا محتاجة أتملي إن أنا أعمل ايه، أنمي أسرتي أو أنمي المجتمع نفسه نمو سليم. يعمل ايه أول حاجة في النمو السليم؟ إن أنا أعتمد على غذاء سليم وغذاء جاي من مصدر نظيف. ما هو مثلا ما أنا ممكن أخد مثلا اللحوم ولحوم مصنعة، بس اللحوم المصنعة اللي ممكن ألاقيها في مكان تاني مش هيبقى فيها نسبة البروتين حتى إن شاء الله 20%، دي عندي فوق 65% لحم بروتين اللحم اللي هو الصافي. بره ممكن تلاقي كفتة، كفتة دي يا سلام وبكذا مثلا بنص ثمنها، بس هيكون حاطط لي ايه، هيكون حاطط لي إضافات، هيكون حاطط لي دقيق، هيكون حاطط لي نشا، هيكون حاطط لي اللي هي البقسماط اللي بتبل بيه انا الحاجات دي، وهيديك اللون ده واحلى من اللون ده كمان. بس لما تعملي له عمليه ايه، عمليه تحليل كيمائي، مش هتلاقي فيها نسبه البروتين الحيواني اللي انا مطالبه ان انا اخده والجسم محتاجه. هنا الوحده الحمد لله شغاله، وعايزين ان شاء الله مزيد بس من ايه، من الناس اللي هو خارج المكان ان هم يفضلوا ويجوا يشوفوا المنتجات عندنا ويشوفونا اثناء التصنيع. نتكلم عن موضوع مهم جدا، اللحوم، واحنا عارفين طبعا الاهميه الاقتصاديه والغذائيه للحمه نتيجه ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في السوق المصري، وفئات كتير ما بقتش تقدر تشتري اللحوم، بالرغم ان لها اهميه، بالرغم ان لها اهميه غذائيه كبيره جدا، نتيجه ان اللحوم ديت عباره عن الانسجه العضليه والدهنيه والضامه للذبيحه، بالاضافه لبعض الاعضاء الداخليه زي الكبد والطحال والقلب وغيرها، بشرط ان هي تكون من الذبائح السليمه والخاليه من الامراض ومطابقه للمواصفات القانونيه والشريعه الاسلاميه. طبعا الاهميه الغذائيه للحوم، اللحوم تعتبر مصدر هام للبروتين الحيواني اللي بيعتبر مصدر للاحماض الامينيه الاساسيه اللي الجسم ما يقدرش يكونها خارج الجسم، وبالتالي لازم يحصل عليها من مصدر خارجي. نسبه البروتين في اللحمه بتوصل 20%، وهي مصدر مهم للاحماض الامينيه الاساسيه، والجسم بيحتاجها من مصدر خارجي، وبتدخل في تكوين الاعضاء الداخليه والانسجه، بتدخل في تكوين الانزيمات، في تعويض الفائض من الخلايا، في تكوين الهرمونات، في صيانه الجسم. بالاضافه ان اللحمه مصدر للدهن الحيواني، وبيبقى ده مصدر للاحماض الدهنيه الاساسيه للجسم بيبقى محتاجها، واحنا عارفين الاهميه الغذائيه للدهون ان هي مصدر للطاقه، مصدر للاحماض الدهنيه الاساسيه، مصدر للفيتامينات الدايبه في الدهن. كمان اللحمه مصدر للعناصر المعدنيه زي البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والحديد، واللحوم الحمراء مصدر مهم جدا للحديد، بالاضافه ان اللحوم مصدر مهم للفيتامينات، فهي مصدر للفيتامينات الدايبه في الميه زي فيتامين، مجموعه فيتامين ب، والفيتامينات الدايبه في الدهن اللي هي A وD وكي وE. احنا طبعا عشان نشتري لحمه لازم نكون نقدر ازاي نعرف نشتري لحوم بطريقه صحيحه. فطبعا طريقه فحص اللحوم الطازجه لازم تكون اللحمه متماثله اللون، لون فاتح خاليه من التبقعات، الرائحه بتاعتها كويسه، المظهر بتاعها كويس. طبعا لازم كمان نقدر نخزن اللحوم دي بعد ما نشتريها بطريقة كويس. طبعا اللحوم بتخزن على الرف السفلي من التلاجة، بتبقى بعيد عن الخضروات أو الأغذية الأخرى. طبعا لو احنا هنحفظها في الفريزر بنحفظها على درجة ما بين سالب 12 لسالب 18 مئوي. هنا في قسم اللحوم والأسماك الجزء بتاعي او جزء رسالتي، وكان في جزء كبير من ابحاث القسم هنا كانت بتبقى جاريه على ان احنا ندخل مواد حافظه طبيعيه، لان احنا عارفين ان المواد الحافظه الصناعيه بتسبب اضرار كتير ومشاكل صحيه، بتسبب تراكمات في الجسم وبتسبب امراض كتير زي الكانسر وامراض كتير جدا.
فاحنا انا كان في رساله الماجستير كنت عامله منتج اسمه اصابع الدجاج او التشيكن فينجر، وده كان من منتجات من الدجاج. كنت شغاله على دجاج الامهات. الامهات دي كانت بتبقى عباره عن الفراخ الامهات اللي هي بتبقى اوزانها كبيره جدا، ما كانش بيرغب المستهلك ان هو يستهلكها لان هي بتبقى طف او بتبقى ناشفه، فاحنا بنلجأ وطبعا كمان بيبقى سعرها رخيص، فكنا بندخلها في التصنيع بنستفيد بيها. وكنت ضايفه فيها توابل طبيعيه، كان كنت عامله الزعتر والمرمريه بنسب معينه بنسب متساويه، وكانت هنا المواصفه القياسيه في منتجات اللحوم بتسمح بالصلاحيه لمده 3 شهور لاي منتج من منتجات اللحوم. فانا كانت في رسالتي ان احنا قعدنا لغايه 5 شهور بدون اي مواد حافظه كيماويه. وهنا عندنا هنا في الوحده بتاعت اللحوم والاسماك عندنا منتجات كتير قايمه على هذا الاساس، ان احنا ما بنضيفش اي مواد حافظه كيماويه ولا نترات ولا نيتريت، ولا بنضيف كمان معززات النكهه زي المودر صوديوم جلوتاميت، ودي ماده برضو بتبقى بتدي بتحسن طعم او بتدي الطعم بتحسن الطعم باللحوم، لكن ليها اضرار كتير جدا وعليها اقوال كتير جدا. فاحنا عندنا هنا المنتجات بتاعت الوحده عندنا كلها منتجات طبيعيه، بنضيف مجموعه من التوابل بتدي نكهات مستصاغه للمستهلك، وفي نفس الوقت بتدي صلاحيه عاليه، ما بنضيفش اي مواد حافظه. عندنا في منتجات اللحوم بيبقى بنستخدم مواد رابطه، وبنبقى عندنا اغلب المواد عندنا زي ما احنا عندنا النهارده في الوحده بنصنع برجر، كنا عاملين سيخ الصبح ودلوقتي البرجر. كل المنتجات اللي بنضيفها بتكون منتجات طبيعيه ومنتجات ما لهاش اي اضرار. الدهون اللي بنضيفها بتكون عندنا زي هنا بنضيف الدهون اللي احنا بنضيفها اللي هي الدهون اللي هي بتاعه الضاني، ودي بتكون عباره عن دهون سلاسل بتاعتها قصيره ما بتسببش اي ترسبات، وهي تبقى طبعا صحيه جدا عن الزيوت المهدرجه او اي اضافات للدهون اللي هي الاصطناعيه. بندخل كل عندنا كل الحاجات اللي هي ممكن مثلا في مواد رابطه في حاجات تانية بتتحط بيبقى مسموح بيها وموجوده في المواصفات، بس احنا بنستبدلها نتيجه ابحاث الدكاتره اللي موجودين في القسم بمواد طبيعيه زي اللبن البودر بنعمله، بنحط بطاطس، بنحط عصير طماطم، لكل كل حاجه موجوده عندنا بيبقى ليها وظيفه ممكن تتحط بدلها حاجه كيماويه، لكن احنا عندنا هنا بنجيب مواد طبيعيه ان هي ما بتسببش اي ضرر وبتدي نفس الوظيفه اللي مطلوبه للمنتجات. والمنتجات عندنا دلوقتي بقى في قوانين كتير على منتجات اللحوم، اكتر حاجه ان احنا بنحط بنلتزم بالمواصفات القياسيه بنسبه اللحمه، بتكون يعني اساس المنتج لحمه زي ما احنا قلنا ان عندنا هنا بنحط كل المنتجات طبيعيه، واهم حاجه بيكون في البرجر في المواصفه بتكون نسبه دهون. الدهون طبعا احنا هنا بنضيف اللي هي دي بتكون صحيه وبتزود القيمه الغذائيه، فيها احماض دهنيه طبيعيه غير الزيوت المهدرجه اللي بتسبب تصلب الشرايين وبتبقى فيها مشاكل كتير جدا غير صحيه للجسم. فاحنا كل المنتجات اللي عندنا بتبقى داخله في مواد طبيعيه من اول الدهون اللحوم كل المواد المضافه الصويا كل المنتجات كل حتى التوابل احنا اللي بنعملها بيبقى ليها خلطات معينه بنسب معينه من النباتات الطبيه والعطريه، فكل حاجه هنا في الوحده عندنا بتبقى طبيعيه وبنحافظ على صحه المستهلك. ده بيبقى الاساس ان احنا نحافظ على صحه المستهلك وان احنا نخرج منتج صحيح نرضى ناكله لاولادنا، وان احنا نختم المجتمع بعلمنا ان احنا نطلع منتجات امنه.